Oui, tfadli madame. بور مومون الحمد لله سافا. مصطفى شخصيته قوية دونك يغيزيست بور مومون. بون الحاجة اللي يقولها سك يقول ما عنداليش عماه راني محكوم وعلى حاكميني في الحبس. ايه وصح يعني، مي سينو صحته الحمد لله بور مومون سافا سافا يغيزيست. Oh, il résiste, mais quand même sur le plan santé, chienne. صوت مسيان لي دي سيرن عنده سنيه طاحو شيان تاني il a perdu beaucoup de poids دي صح تاني بار سا مصطفى تبدل كومبليتمون ان توكا اللي كان بصحته كان مليح حتى انه وجهه يعني اصفار منك ما حش يهدر يحكي مازال حاكم لموغال مازال سافا الموغال تاعو سافا ومازالوا مصمم على انه يواصل الاضراب عن الطعام هذا. هو قال لي نواصل حتى نجيب حقي مصطفى وجربت بارتو لي مويان باه نخليه يبطل باسكو انا ضد سانسامون انا ضد الاضراب هذا ضد لا غريف دو لا فام باسكو ما عبالي بها ما حتوصل حتشي جوست راح تهلك له صحته فجربت بارتو لي مويان ما قدرتش نقنعه انه يحب وحتى انه فيه فكره حابه مام انت ديري وراح اضراب نديرها صح؟ في حال وي ما واصل في الاضراب نتاعو. افكتيفمون باسكو انا حلفت له قلت له كون ما تحبش انا تاني ندير اضراب انا جوست عندي بنتي راح تعقب ليكزامان دو فان ديتود تاعها راني معاها بو لو مومون تكمل هي منها نبدا الاضراب مع ولدي متضامنه معاه وان ميم طون مانيش قادر نشوف ولدي يدمر روحه ويدمر صحته وانا قاعد نشوف راني معاه كيما نحب جوستومون في هذا السياق هذا كومون كيف انتم كعائله وبالدرجه الاولى انت كأم راكم عايشين هذه المآساة هذه باسكو راهي في حد ذاتها سي ان درام كو فو فيفي صدير افيك لومبريزونمون تاع مصطفى اليوم ومن قبل سيتي هذوك لو هارسيلمون اللي كان استاذ كيف عشتي هذه المدتين هذا يا دو زيتاب يا دو بيريود من كان الى تي اسلي بوندون دي موا Des années, متابعات الى اخره des années, même 2019, c'est des années, mais je dis moi. voilà 5 ans. et puis من بعد ما تخلصت بسجنه يعني بصيفه واحد الصيفه اللي بالك هو كان يستنى فيها انتم كيف عشتوها وكيف سيرتو كيف عشتها اليوم؟ والله هي صدمة بالنسبة لي وبالنسبة لخوتات والبنات باسكو أنا عندي زوست كورة واحد الله يرحمه توفى لي ومصطفى هو اللي نجم نقولو السند تاعي مصطفى هو اللي كنت معول عليه عشنا من 2019 مصطفى يخدم في خدمته كان نورمالمون يخدم في خدمته نورمال بدا الحراك ومصطفى جو بونس بيان عن بالكم كان من باغمي لي بروميي اللي بداو في الحراك من تم وهما عقابو حطوا عقابو ارسولي من 2019 وهما لي كونفوكاسيون ما نجيبش نحسب لك قداه من كونفوكاسيون جينا في الدار بيركيزيسيون في الدار مصطفى ولا كي يخرج نخافوا عليه والله العظيم ما نقدروا نرقدوا حتى التليفون سون زارين نسقسيو عليه واش راك سافا يعني يروح خايف امام هو توصل الوقت انه كره سورتو العام هذا الاخر قبل ما يخش قبل ما يحكموه للسجن نكره قال ما عادش نقدر نخدم راني من شو كان مشو في الدوزيام او في السونترال مشو في السونترال او في المحكمه مش في المحكمه يروح يا اخي يديروا له دوكا يروح يسني فطر سيمان كونترول جوديسيير كره كرهوه فريمون كرهوه هو مش نقول لك عشنا فريمون اون بيريود كلها خوف كلها ضيقوها علينا فوالا دير ضيقوها علينا حتى خدمته ما قدرش يخدمها يعني كيما حب هو عاش حياته كامل هو ما بين وبيان يروح يخد يجي يروح يخدم يديوه هاو في ان حتى نكره البريود الاخرى قبل الحبس وندير حس بها كره
Et malgré ça, bon, Mjiha Mustafa qui s'accroche, Oui. pour lui l'étape, Dites-le que oui, le dernier Mustapha. recours. Oui, faites-les, madame. Mustapha a une forte personnalité. Bon, la grève de faim, Hadi, c'est une forme de résistance, de protestation aussi, parce que Maqdar الو، juste تظلم وما قدرش يدافع على روحه. اون كومباتي مدام. اي نزيد ناكد باللي لو درام دون توك سيت ايستوار سي كو كي يسجنوا باريه، سورتو باريه، أوي. الناس اللي ما دارتش، ان كريم اللي ما دارتش واسمو داريرال، كاين عائلات راهي تسجن بصفه اخرى، تسجن أي. يعني مورالمون، تسجن. دونك لو درام اي مولتيبل، سادير لو درام راه اللي يمس العائلات، الخوال، الزوجه، أوي. الزوجه، الاب، الى اخره. دونك سي دراماتيك.